الآن العالم بيبدأ يحترمك، الآن أنت بتحترم نفسك، الآن تكشف إنه إحنا مش كاينين مستقلين. لازم الشعوب العربية تعرف إنه في أسوأ من الاستعمار. لو كان الاستعمار بقي لكان كنا نشوف مليح، كان قدرنا نتعامل. أما الاستعمار طلع بعد ما وضعنا النواطير، اللي بقيوا حريصين كلهم بدون استثناء، لم تستثنى دولة، بقيوا حريصين كلهم إنه الأمة ما تخترش، إنه الأمة ما تبنيش مؤسسات مش مرتبطة بفرد، كلهم بدون استثناء. ولما قامت الشعوب بدها تكون زي باقي الشعوب عم بيقتلوها، وجيد خليهم يقتلوها وخليها تثور. ولذلك اليوم هم شو اللي بدهم إياه على فكرة؟ هم بدهم يقنعوك إنه هذه الثورات وما يسمى بالربيع العربي هاي بتجيب لك الويل، هاي بتجيب لك القتل، هاي 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 هاي. بدهم يقنعوا الناس بهذه الطريقة. وغزة محاولة ضربها من ضمن ضرب المواقع كلها حتى لا يكون حد رافع راسه. إسرائيل مجرد موظف في هذه المسألة كمان. انتم ما يعني في الآن مؤامرة عالمية على الموضوع، لكن بدأ الآن بدت الناس والشعوب تشعر لا احنا بنقدر نحل. احنا هدول الزعامات هدول جواسيس واضح، ولا واحد فيهم كان الا جاسوس. ما شفناش فعلا، ما شفناش رجال بقاتلوا قتال حق، ما شفناش ناس بيبنوا بناء حق، ما شفناش بيثقوا في الشعوب. شفنا بطش، ادرسوا عنهم كلهم ايش كاينين يعملوا في السجون وايش كاينين يعملوا بشعوبهم، اشياء خرافية من القتل والتشريد وفي داخل السجون والتعذيب كلهم بدون استثناء. وقلت لكم في السعودية الآن عم بيبنوا سجون هائلة لاستقطاب ايش، بدهم يجمعوا الناس. بدأت الناس في السعودية على فكرة توعى، بدأوا يدركوا انه هذا حكم جاسوسي، كثير منهم الآن بدأوا يدركوا هذا الكلام. والسجون الهائلة الآن بدخلوها العلماء كمان، وقلت لكم انه بعضهم بيقول انه اولا هذول الناس الآن بدعموا الجيش الأردني بسلاح وبدعموا المصري بسلاح، لأنهم ما عادوش واثقين بالجيش السعودي اللي بينتمي لقبائل مختلفة إنه في وقت من الأوقات ينقض عليهم، فبدهم يتخذوا الآن احتياطات، فبدعموا الجيش الأردني وبدعموا الجيش المصري. والأموال اللي بتنفقها الإمارات والسعودية على مصر وحفتر وغيره ليش؟ كله بيعرفوا لأنه في النهاية الأمة بتنهض قاعدة والنار بدها تنتشر في كل مكان. هذول بدافعوا عن انفسهم كلهم، تجدهم يد واحده كاينين قال بيختلفوا في مؤتمرات القمه الهزليه اللي كانوا كلهم قال بيختلفوا هذا، وما بكيدك الا بقول لك فلان الحاكم فلان خطب خطاب ممتاز، شفتوا شو قال؟ انا بدي شو بيعمل في بلده، بدي انا شو بقول هو، بدي شو بيعمل في بلده، ايش عمل في بلده هو. كلهم ابطال هزائم، كلهم بدون استثناء ابطال هزائم، وكلهم كانوا فضيحه، كلهم كانوا فضيحة للأمة، وخلوا العالم كله يحتقرنا. الآن الشعوب استلمت، الآن الشعوب بتقاتل. أي إنسان الآن بشك في قتال هذه الشعوب، وطبعاً راح يكون في تداخلات وراح يحاولوا بأموالهم هون وهون وهون. هيو هذا في ليبيا بدفعوا كانوا الملايين لهذا ما يسمى بحفتر اللي انهزم هذا، ثقوا تماماً ولا مش راح ينجحوا إطلاقاً. طالما الأمة رفعت السلاح وعرفت وصار واضح أمامها إنه كله جواسيس، كله جواسيس، انتهى الموضوع. بتتألم الناس بتتألم، ولا كيف بالكم بده يصير في تغيير؟ هذا عفن قرون. هذه معارك الاستقلال، الآن معارك الاستقلال، وهذول الموجودين في السلطة والله أسوأ من الاستعمار. لازم يعرفوا الناس إذا هم بيقاتلوا الاستعمار هذول أسوأ من الاستعمار، واللي حولهم من باعوا دينهم وكفروا. لما لأنه على فكرة أي واحد مين ما يكون ولو مؤمن يوالي الكافر يكفر، يوالي الكافر في مواجهة الدين. بدأتوا تلاحظوا انهم اعداء الاسلام ولا لا؟ بدوا يتكشفوا هم واعلامهم انه يكرهون الاسلام ويكرهون ماضي وحضارته ولا لا؟ نعم، هؤلاء كفروا مهما زعموا من الايمان، وطالما انهم بيوالوا الذين كفروا وبكونوا في صف الذين كفروا. لانه على فكرة هم الان ليش بيضطروا، ليش انكشفوا؟ لأنها المعركة حاسمة ومفترق طريق الآن، حاسمة ومفترق طريق. ولذلك الأمة على فكرة الأمة مش راح تتنازل، كل يوم راح تشوفوا وضع أفضل من اليوم اللي قبله، وكل يوم راح ينكشفوا الجواسيس أكثر وأكثر.